السلام عليكم اخوان، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ شلون اخباركم؟ عوائلكم ان شاء الله كل بخير وصحه وعافيه. يلا حضروا روحكم، جاكم الموسم، نهايه هذا الشهر يمكن يبلش الموسم. زين حضروا، اللي عنده يريد يزقق، واللي عنده فرخات يريد يشددها، واللي عنده شادات يريد يطيرها. حبايب بالتوفيق ان شاء الله. اليوم فتحت لكم الفيديو، أريد أراويكم شيء جديد. قلت لكم أنا من يصير شيء جديد أقول لكم عليها. شوف، جابوا لنا هاي الكحلية، يعني شوف شلون كحلية، جابوا لنا هاي الكحلية، شوف حلوة كلش، بس شنو تعبانة الظاهر، هاي من هزمة من صاحبها، واقعة جت ويا الزواجل ويا ابن عمي وخذتها من عنده. هذه طبعا جاي نطيها أكل، شوف شلون اكل كله برافع مناعه، ثوم بهارات، حطيت لها دواء بمال كانكر كوكسيديا وسالمونيلا، انطيتها دود، سويت لها، خليت لها شو اسمه، خليت لها دواء مال من هذا شو اسمه مال قمل، وانطيتها دواء مال دود، وخليت الاكل. شوف الاكل مالتها باع اخوان، باع الاكل مالتها كله رافع مناعه وكله شو اسمه. هسه صلوات صحت، كانت تعبانه اول ما جتي، هسه لا صلوات صحت حيل. على من راح اذبها؟ باعوا على من راح اذبها؟ وانا اريد رايكم تقولوا لي، لان هذا اول شيء هذا الجنس اصلي، هذا الكحلي زين، وهذا الفحل هم اصلي. شوف راح اراويكم على من راح اذبها. شوف عندنا، خلي ألزم الباب لا يطلعون، وإذا لم يطلعون يعني حتى لا يطلع جلدات مني عمى وثوين. هذا الفحل، شوفوا هذا الفحل، هذا يشبهها هم قلميا. شوف وقف، خلي يشوفوه ابن النعال مستحي. شنو على زوجك ولك اطلع. شوف هذا، شوفه، ها مو راح اسب اجدادك ابن الخرك. تعال 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 تعال، خلي لزمك، خلي يشوفوك المتابعين دقيقة، خلي يشوفوك المتابعين. شوف اخوان، هذا اللي راح اتزوج عليه. شوف هو هم من قارة صغير، صح هو زاجل نوع من الزواجل، بس من قارة صغير يصير. شوف ثومه ومن قارة صغير وراسه كبير وقلميا وببياض، فهذا اللي راح اذبه عليه، هذا اللي راح اذبه عليه. شوفوه هذا، فاعتقد يرهملها. زين هاي وحده خلصناها. الشغله الثانيه عندنا طيره وفحل مثله، هيانهم طيرة وفحل مثله. شوف كانوا بيضين، قلت لكم دكاثرهم كانوا بيضين، هيانها فقسوا بس شويه ما ينطون. هذول وين ينطون مجال؟ هذول رخم احمر. لحظه بس سمحي لنا لحظه من رخصتك. شوف هذول فراخهم، هذول فراخهم، اتمنى يطلعون مثلهم. المرات يطلع واحد طويرني وواحد مثلهم زاز، احنا نسميه زاز هذا. زين هاي الام والاب، خلنا نعطيهم اكل همينه لا تعاركون، خلنا نعطيهم اكل. هسه خبطت لهم خبط اكل كلها بهارات، هسه راويكم اياها همينه. هذول راح احاول اكثرهم، اريد اشوف الجنس ايش يطلع، واريد اسمع من عندكم شو تقولون ايش يطلع الطير. يعني اذا خلينا هيج، اذا زوجنا هذا الزاجل الزاز على هاي الطيره، ايش راح يطلعون؟ شوف اخوان مراويتكم، شوف كله بهارات، شوف كله بهارات، والريحه قابه لهنا. انا والله ما جتكم الريحه؟ حبايب قلبي. زين خلينا نحط لهم شويه اكل، هسه نذب لهم كلهم اكل، اجوعهم حتى ذب لهم اكل. عشان تعال شوف الفحل، رأس الفحل والطيرة ياكلون لأن عندهم زق.
هذول الفحل والطيرة. زين. وفيتامينات عندهم، هذه كلها فيتامينات. زين. ورافع مناعة منطيهم وجاي داريهم. خلي نروح على الحمر. اليوم حبيت اراويكم ذولا لان شغلة جديدة وشغلة حلوة. زين. خلي نذبل الحمر شوية. هم نشوفهم. هم نسلم عليهم. هم نذبلهم اكل. هاي الطواير. خلني اشعلهم الضوء شوية. زين. هاي الطواير تعال. الطواير. شنو اريد اسوي اخوان للطواير؟ اريد اجيب ذولا الفرخات. شوف سويت باعوا حتى اراويكم شلون واحد يشتغل خطوه بخطوه. ايش سويت للفرخات؟ الفرخات مو كانت هنا اكلها يعني ميها باعوا. زين هنا كان ميها. شوف خلني اشعل هذا. هنا كان ميها مو صحيح؟ شلته صعدته فوق ذاك هو. ليش؟ حتى يتعلمون يشربون من هناك. طبعا هم مخلص المي مالهم هم زين زين مخلص ميهم. شوف هذا ميهم مخلص حتى يبدون يصعدون. ليش يريدون يصعدون؟ حتى يتعلمون من اذل من لان اردى يعني اخليهم ببرج الكبار اللي افحل هنا والطواير هنا اعزلهم. فحتى من اخليهم يندلون مكانهم. ابقوا وياي خلي ابدلهم بس مي دقيقه. لان اخوان من راح اجيبهم هنا؟ شوف الافحل ميها عالي يعني الافحل شوف الافحل ميها عالي شوف مكانها عالي يعني لازم يتعلم انه مكانه عالي حتى يجي يشرب هنا مي لان ما اقدر اعوفه من صغار بلا مي وما متعلم على المكان فما يروح يشرب مي لذلك خليت المي عالي حتى يعرف انه مي عالي يدور على مكان عالي يشرب منه المي مثل هذا زين هاي الفحل الولد خابرني خطي هذا اللي يريد طيور يقول ابو زوجتي مريض حيل وجاي يسوي عمليه بس انطيني فتره قلت له براحتك انا ما مستعجل عليهم ما مستعجل عليهم فانا بدا اتونس بيهم بدا اشوفهم اتفرج عليهم وما بقى قليلين يعني 30 فحل 30 طيره يعني 30 32 فحل 32 طيره يعني يريد 10 زواج يعني 10 راح يروحون من عندهم يعني يا ريت ما يريدهم والله يا ريت اتونس بيهم الموسم الجاي وهذا الموسم لا ازقق ولا يحزن ولا تعب نفسي بالتسقيق لان عندي طيور هوايه زين فيعني انا ارتاح لان تدرون اخوان التسقيق متعب اجيب له علف واجيب له هاي وانطيهم لقاحات وانطيهم ما ادري شنو وانطيهم يعني متعب والطيور الباقيه هي طيور حلوه جدا جدا يعني الطيور الان عوقتها يعني شوف هسه هذا هذول الطيور اللي عوقتها أنا كلش حلوة يعني حتى هسه جاي أرد أعزله 10 ما أعرف شو أعزله والله ما أعرف لأن هاي الطيور كلها حلوة يعني ياهو أعزله والله ما أعرف وشوف هذا الرس اللي عندي والله أنا عاجبني هذا أبو الكعكولة تجي من ورا شوف الكعكولة ماله شوف الكعكولة ماله تجي من ورا ظهره شوفها شوف 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 مو كعكولة بالراس زين فالحمد لله هذي الطيور حتى الطواير هيك حتى ذول الجوزيات شوف الجوزيات مو ابوهم وامهم هو تدرون هذا الجوزي منو ابوه هذا الجوزي شوف هذا الجوزي الحلو شوف هذا منو ابوه هسه اراويكم ابوه لهذا الجوزي هو هذا ابوه وام الجوزيه لغره هذا ابوهم زين وهذا ابو الشكريات شوف هذا ابو الشكريات يعني الشكريات هسه راح نشتغل على الشكريات ان شاء الله اذا سنت الله اذا الله خلانا طيبين ما راح ازقق وجبه كامله حمر راح ازقق يمكن فد 10 زواج حمر بس الحلوات كلش اللي اعرف انا بخبرتي اعرف انه هذول شي يطلعون هذولا راح ازقق وازقق الشكريات على الجوزيات الحلوات يعني هذا مو جوزي
وعندي باوع، عندي هاي الجوزيات همينه راح ازقق باوع مع اخوان. عندي ذول الجوزيات هم، شوف اللي اختارها، شوف هاي وحده، هاي وحده بالنص، وذيك الاغره زين، وهذه هاي الطيره. شوف هاي قلبه صفرة، باوع صفرة قلبه. يعني قلت لكم هذا يطلع فحل عندي، طلعت عندي ثلاث افحل جوزيات الحمد لله. هاي راح اشتغل عليها الجوزيه، شوفها هاي صفرة فاتح، سواد قليل بيها، وهذه همينه صفرة فاتح سواد قليل بيها. هذول راح اشتغل عليهم ويا الشكريات. شوف الشكري هذا رسه اصفر، الشكري دي اطلع هيك، والشكري الاخ وين الشكري الاخ بالقاعده اقوى، هذا شكري وهذا شكري. اشكالهم حلوه، عندهم تحاجيل حلوه، عندهم كعكوله حلوه، وشكلهم حلو. فذول راح اشتغل عليهم ويا الجوزيات. اكو اخوه متابعين قالوا لي ذب الشكري على البدرنج. اخوان جربت، جربت شكري على بدرنج، بدرنجه على على شكريه على بدرنج، ما طلعوا شيء، طلعوا بدرنجات. يعني جربت، لان الظاهر مو هو مو كل تجربه الظاهر. انت ليش قلت لكم اخوان، قلت لكم لازم تعرف الرس مالك. الرس مالي انا يطلع بدرنجات وشكريات وجوزيات، فلازم اختار فد شيء اني اعرف اكون يعني مخمن امه وابوه شنو حتى اعرف اذب اطلع. هاي الطائره مثلا، شوف هاي الجوزيه الفوق هذه ما اقدر استخدمها، هذه لونها طوخ، والذب على حمر، الذب على جوزيات. هذه الطيرائي، شوف هذه، هذه صفاره قليل، وهاي بتاصفر، بتاصفر بتجوزي زين. الشكريات بتجوزي جوزي واحمر، فاحتمال يرجع صفر. راح احاول، ما طلعوا صفر، طلعوا بدرنقات، طلعوا شكريات، طلعوا جوزيات، هي محاوله زين. فراح نشوف سنت الاخ هيك راح ازقق. يعني ذولا راح يتزققون. شوف هاي الطيره، هاي وحده راح تتزقق، هاي الطيره، هاي الدبغرات راح تتزقق. الطيره اللخ، خل اراويكم هم الطيره اللخ، الطيره اللخ، الطيره اللخ، شوف هذه هي، هاي هذه هم تزق غرات ويفحلها. عندي هاي الطيره راح استخدمها السنه الجديده، لان هاي سمراء غره، والوراها همين راح استخدمها زين. هذه راح استخدمها، هاي القصه، وهذه هم راح استخدمها، هذه هم لان طيره حلوه. يعني عندي والله العظيم خل اراويكم شرفي، والله العظيم خل اراويكم. هسه اريد واحد يقول لي يا طيره مو حلوه، اراويكم اياها. فمن يجيني واحد يتعقل يقول لي هاي الطيره مو حلوه وذيك الطيره مو حلوه، يجيني واحد يتعقل، لا يتعقل عمي، لا يتعقل، لا يتعقل براسي، يتعقل براس طيوره، براس غيري، مو يتعقل براسي. المصيبه كلها مسويه نفسها براجه، وهي كلها ما تفتهم زين، كلها لو تشتري وتبيع، لو جايبه رس اصلي وتزققه وهم ما تعرف شلون تزققه، ويجون براسي يصيرون خبراء، خبراء. عمي قول يا الله، قول يا الله، اقعد على قولتنا بالبصره، نقول له اقعد واستشين، اقعد واستشين، ما دامك ما تعرف شيء تعلم من عندنا. هاي الطواير كلها عندي زين، اشروا لي اياها، مو حلوه اشروا لي، قولوا لي هاي مو حلوه، وجاي تلك والله. شوف هاي وجهها خلصان، با 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 وجهها خلصان، ما بيها ما بيها. هاي اللخ جاي تلك، شوف 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 هاي اللخ. هسه خل اراويك هاي اللخ وينه وينه وينه، خل تطلع بالكاميرا، هاي مخلصه، خلي تصفي الطيور تكمل وراويكم اياها، اقول لكم يابا هاي الطيور صفت كملت. والبدرنج هذا حلو، شوف شلون، يعني هذا انا قلت لكم قبل فتره، قلت لكم البدرنج البي احمر زايد كلش ينحب التسقيق، لان هذا يعني يذب حلوات ما بيها، ما يقبل غلط، ما يقبل غلط. شوف تحاجيله، شوف شكله، شوف تحاجيله للطيور. فاخوان هذا اللي بتحكي وياكم، انا ما اريد اطول الفيديو، انا ما اطول الفيديو، بس اخوان على كل كيفكم، تريدون تشتركون، تريدون تخلوا لايك، تريدون تخلوا، يعني من 1000 مشترك، من 1000 مشترك مشاهدات، يعني تقريبا
400 من 1000 مشترك، لايكات 30 ما ادري 35 ما اعرف، يعني اكو تقصير يمكن بي، ما اريد اقول شيء، كنت تقصير بي. اوكي حبايب، يلا اودعناكم ونشوفكم خير ان شاء الله حبايب في امان الله. طبعا قبل لا انهي الفيديو بس حبيت احكي على موضوع معين، هم اراويكم الفرخات هم احكي على موضوع معين. اخوان بالنسبه للجنايه، يعني الجنايه القدامى ناس قدامى وناس عندهم صفحه صار لهم هوايه، عندهم موقع على اليوتيوب. اخوان اذا ما تعرف بشيء لا تحكي شيء غلط، لانها انت دا تعلم ناس، انت من دا تطلع دا تحكي باليوتيوب انت دا تعلم ناس ما تعرف، ناس عندها مثلا فشي معين، اذا تعاني من موضوع معين. زين انت تجي تشرح على يعني واحد من الجنايه، اعتقد شفتوا الفيديو وما شفتوا، يشرح على نوع من العلاجات ومخلي صور بالعلاجات، يقول هاي بيوض ما ديدان وهاي البيوض ما ديدان، يعني شوفوا مرسومه بيوض، هذا الدول البيوض. حبايب هذا مو بيوض، هذه مو بيوض ديدان، هذه نوع من البكتيريا اسمها ستافيلوكوكس ايريوس. هذه الستافيلوكوكس ايريوس هاي نوع من البكتيريا تضرب الجهاز التنفسي والقصبات الهوائيه وتضرب الرئه مال الطير. فهذه مو بيوض، يعني انت مرات تجي انت ما عندك ما بيشيها للطيور، تجي تسمع حكايه مثلا الشخص اللي جاي يحكي بالموضوع تقول ايه هذا زين للبيوض، تروح تشتريه تحطه، هو مو للديدان، هو مو للديدان، هاي مو بيوض مكتوب عليها جوا. يعني حتى اذا انت تريد تحكي بالموضوع اقرا شوف شنو مكتوب على الـ على الـ على الصور الموجوده، وراح تعرف هاي الصور الموجوده هي مال شنو، حتى تحكي عليها بصوره صحيحه. لا تحكي اخوان على شيء يعني انت ما متاكد منه او ما تعرفه، قلت لك لان هذا راح ياثر على الناس، راح يصير استخدامها غلط للموضوع. فهذا بس اللي حبيت احكي بيه، وارجو انه لا يفهمني غلط، وارجو انه يتقبل النقد، انا من الناس اتقبل النقد الصحيح. زين؟ يعني ما اتقبل النقد الغلط بس اتقبل النقد الصحيح، حتى الناس هم لا تفهمني غلط. فهذا اللي اقول لكم يا اخوان، وممنون لكم وشكرا جزيلا. ماشي حبايب، شوف اخوان كبرت، يعني طيور بدها تتفاري، يعني مو صغار ذولا، ذولا ذولا صاروا بالخمس ترياش، ذاك اليوم قلبتهم اكو خمس ترياش ست ترياش، يعني شوف هذا اللي كان يفاري هنا، هذا كبير، هذا كبير، بعد اكو واحد اغر، هذاك تجول، ذاك تجول على ابو تحاجيل، شوف هذا شلون جمال ابو تحاجيل، والله العظيم غير طير حلو، انا كلش عاجبني هذا، هذا كلش عاجبني هذا ابو تحاجيل، شوفه يعني شكل حلو كلش، شوف تحاجيله، شوف شلون شكله، هذا الاخ اخوه، هذا اخوه زين، شوف هي كلها حلوه، هي كلها حلوه، شوف هذا، شوف هذا شلون حلو، هذا اللي كان صغير وما ياكل ونوكله، بدا يكبر وبدا ياكل وبدا يعني كبر زين. هذا اللي عندي وياكم اخوان، شكرا جزيلا حبايب، في امان الله.